كيف تنظرون إلى انعقاد هذا المؤتمر وبدايته والرسائل السياسية في قبل انطلاقه من خلال الاجتماعين الأولين الاقتصادي والأمني؟ بداية سلطان تحية لك ولضيوفك السادة والسيدات المشاهدين الكرام. الحقيقة الحمد لله كان من المفترض أن يكون حضور في وفد مجلس الدولة، ولكن لظرف ما للأسف لما تمكن من مرافقة الوفد وفد مجلس الدولة، ولم أطلع حتى على نقاشات اليوم السابق لسفر الوفد وملخص مطالب وفد مجلس الدولة إلى مؤتمر باليرمو. الحقيقة مؤتمر باليرمو يركز على الجانب الأمني والاقتصادي بالدرجة الأولى، والجانب السياسي ليس لديه مجال إلا دعم خطة سيد غسان سلامة ومقترح الملتقى الوطني الجامع الذي سوف ينعقد بإذن الله تعالى في كما قال سيد غسان سلامة في الأسابيع الأولى من السنة القادمة، ربما في منتصف فبراير أو في نهاية فبراير القادم، وستخرج عنه توصيات ملزمة للاثنين، وبذلك المسار السياسي أصبح واضح الآن، لا يوجد مسار سياسي غير هذا المسار. و اجتماع أو مؤتمر باليرمو ليس لديه من أمر في هذا الشأن سوى دعم خطة غسان سلامة والملتقى الوطني الجامع. اللقاءات اليوم الأولى التمهيدية ركزت على الجانب الاقتصادي والجانب الأمني. الحقيقة ما تسرع في وسائل الإعلام كان لقاء جيد بالنسبة للاقتصادي. لقاء في خصوص الجانب الأمني، الحقيقة للأسف الشديد إذا صحت ما تحليلات أو استنتاجات مراسل شبكة الرائد الإعلامية عن مطالب وفد مجلس الدولة للجلسة الأمنية أو الجلسة المتعلقة بالجانب الأمني، فشيء مؤسف جدا بصراحة. هذه النقاط التي الحقيقة نشرت في 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 موقع شبكة الرائد الإعلامية مطالب للأسف الشديد ليست مهنية ولا مسؤولة، بل للأسف الشديد ترقى إلى مستوى التفريط في السيادة الوطنية، والحقيقة مخيبة للأمال بشكل كبير. سيد إدريس، نريد أن نفهم بالضبط مسألة الطلب، يعني هل طلعت عليه؟ ما هذا طلب؟ هل أنتم متفقون عليه سابقا؟ كان عليه حتى حديث سابق أم أنكم تفاجأتم به عبر وسائل الإعلام؟ وهل سألتم زملائكم في مجلس الدولة أن هذا الأمر صحيح أو لا؟ لم نتفاجأ به من وسائل الإعلام، ولكن صدمنا به من وسائل الإعلام حقيقة. على مثل ما ذكرت يعني لم نناقش، كانت هناك جلسة تشاورية تم مناقشة جوانب عامة ولم نناقش تفاصيل لا المطالب الاقتصادية ولا المطالب الأمنية، وإن كان بداهة يعني، وحتى السيد المشري حينما تحدث على تفاصيل المطالب انها تفاصيل من باب تحصيل حاصل كما ذكر، وهناك جهات امنيه مرافقه وهناك جهات تنفيذيه مرافقه في الجانب الاقتصادي، فهم من يتولون تحديد هذه المطالب على وجه الدقه والتفصيل. ولكن ما طالب به وفد مجلس الدوله حسب تقرير مراسل شبكه الرائد الاعلاميه أمر خطير جدا وأمر مخيب الأمال، وأنا أقولها أنه ليس مهني ولا مسؤول وهو مخيب الأمال وفي تفريط السيادة الوطنية. يعني هل هم ذاهبون لتقديم أو دعم تقديم طلبات يعزز طلبات الجوانب الاقتصادية والأمنية من باب مهني ومسؤول، أم ماشيين لكي يعطوا دروس لهذا المؤتمر الدولي وشروح وتوضيحات وطلبات تمس السيادة الوطنية؟ حينما يقولون أن الجانب الأمني لن يستفد إلا بتوحيد المؤسسات السياسية والسيادية، أنت تلقي في دروس الآن، أنت لا تبحث عن حلول أمنية. حينما أنت في مؤتمر دولي يجب أن تقول ماذا تريد من هذا المجتمع الدولي، ماذا تريد من هذه الدول العظمى، ماذا تريدون سيد إدريس؟ ماذا تريدون من المجتمع الدولي الآن أنتم كأجسام سياسية؟ ما الذي اتفقتم عليه قبل أن تذهبوا إلى باليرمو؟ المفروض يساهم بشكل كبير في تدريب قوات أمنية وشرطية وقوات عسكرية، تدريب رائع
راقي. تسريحها كذلك يجب ان يكون في على الاقل رفع جزئي عن حظر التسلح لكي تسلح هذه القوات، يعني مثل الحرس الرئاسي، مثل حرس المواقع السياديه والحيويه في العاصمه، كذلك قوات كافيه لاسباب الامن في الجنوب، كذلك قوات خطر السواحل والحدود الليبيه، تدريبها وتسليحها. طيب في الجانب السياسي بشكل مباشر. طيب دعني ساتوجه الان للسيد. ما اوضح ماذا طلب المجلس. المجلس طلب في النقطه الاولى انه لا يمكن الوصول لسبب امني ما لم توحد المؤسسات السياسيه، ان شاء الله هو المجلس الرئاسي والحكومه وما الى ذلك. النقطه الثانيه يجب تطبيق هذه النقطة المخيبة، يجب تطبيق الترتيبات الأمنية في العاصمة والترتيبات الأمنية حتى اتفاق سياسي. هذا الكلام لمن موجه؟ موجه للمجتمع الدولي وموجه للسراج ولا موجه لوزير الداخلية؟ يعني كأنهم يخاطبوا في الداخل منطقة أو في جلسة داخلية أو ورشة داخلية. وبعد ذلك دعني أثير النقطة الخطيرة هذه، حينما يطالب بتشكيل جسم إداري للجنوب، يطالب في رئيس وزراء إيطاليا تشكيل جسم إداري للجنوب ويمثل الجنوب ويشارك فيه أعضاء النواب ومجلس الدولة والحكومة. هل تطالب فيه من رئيس وزراء إيطاليا؟ هل تطالب فيه من نائب وزير خارجية أمريكا ونائب وزير خارجية تركيا؟ هذا الكلام أولا هو مرفوض أصلا ولم يتوافق عليه ولم يدار أصلا في مجلس الدولة. ثانيا من باب حرية الرأي وحرية التعبير تستطيع أن تطرح هذا داخل الدولة أو في داخل ليبيا وتناقش كل شيء، ولكن أن تطرح هذه النقطة في مؤتمر دولي نعم شأن داخلي صرف. طيب وصلت فكرتك للأسف الشديد للسيادة الوطنية.